أثار اغتيال القيادي في حزب الله محمد سرور الجدل؟ وما الذي اختلف هذه المرة؟ وما علاقته بالحوثيين؟ تعالوا لنكتشف سوياً. شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت غارة استهدفت حي القائم قرب طريق هادي نصر الله المجاورة لمنطقة الجاموس. نصفونا على الصياد السيد هادي هلأ في ضحية الإباء والشرف والمقاومة الضاحية الجنوبية مباشرة على مشلة الأشطب على إبيسة. عدو صهيوني غارة كتير كبيرة على الضاحية الجنوبية. إلى اغتيال قائد الوحدة الجوية في حزب الله المسؤول عن المسيرات محمد سرور. حزب الله ليلا في بيان اغتيال أحد قادته محمد حسين سرور الخميس، لكنه لم يوضح ملابسات وفاته. محمد حسين سرور واسمه الحركي أبو صالح كان مسؤول الوحدة الجوية في اليمن، كما كان مسؤولا عن إلقاء الصواريخ والمسيرات من هناك، وعاد من اليمن إلى لبنان قبل 3 أيام فقط. وفي فيديو نشر له في العام 2016 ظهر محمد حسين سرور القيادي في حزب الله أثناء تدريبه لعناصر من الحوثيين على استهداف السعودية. وسبق وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن سرور وجه وأشرف على تنفيذ عمليات وصفها بالإرهابية بالمسيرات وصواريخ كروز وطائرات من دون طيار تم توجيهها لاستهداف الجبهة الداخلية لإسرائيل، وإضافة إلى اعتباره أحد رواد مشاريع إنتاج الطائرات المسيرة في لبنان، حيث أنشأ مواقع إنتاج المسيرات الانقضاضية والمسيرات المكلفة بجمع المعلومات في لبنان التي تم وضع بعضها تحت مباني مدنية في بيروت وغيرها من المناطق اللبنانية. وانضم سرور إلى حزب الله خلال الثمانينيات من القرن الماضي، وأدى سلسلة من الوظائف منها قائد وحدة صواريخ الأرض جوا وجوالة عزيز التابعة لوحدة الرضوان، كما أرسله حزب الله إلى اليمن للعمل على قضية المنظومة الجوية التابعة للحوثيين. محمد سرور كان من الضباط الأساسيين في التصدي للهجمات على حدود لبنان الشرقية وفي مختلف المحافظات السورية، وتنقل بين عدد من الاختصاصات العسكرية، وتولى مسؤولية القوة الجوية في حزب الله منذ العام 2020، كما قاد العمليات العسكرية للقوة الجوية في حزب الله على الحدود الجنوبية منذ بداية معركة طوفان الأقصى حتى تاريخ اغتياله. وقد شهدت منذ الأسبوع الماضي محاولات اغتيال طالب قياديي بحزب الله، منهم إبراهيم عقيل قائد قوة الرضوان والقائد الميداني إبراهيم قبيسي. وجاءت تلك العمليات الاغتيالية بعد يومين متتاليين من تفجير آلاف أجهزة نداء اللاسلكية البيجر والووكي توكي التي كان يستخدمها عناصره، ما خلف عشرات القتلى بينهم مدنيون، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 1500 إصابة عنصر من الحزب في أعينهم وأيديهم.